هناك ملحوظة تتعلق بإخواننا الذين سيمتحنون في شهر رمضان. تقريبا معظم الجماعة تمتحن في شهر رمضان، وطالب الثانوي يمتحن في شهر رمضان، ويأتي بعض المفتين وما أكثرهم هذه الأيام كثير جدا. ظني إن لو إحنا جعلنا قدام كل مفتي شيء سنجد أن المفتين كثر، حتى غير المتخصصين، حتى الناس الذين يخرجون بالملابس الفاضحة من الرجال والنساء يفتون في دين الله ويتكلمون. المسألة صارت عظيمة، يعني كان الواحد من السلف تعرض عليه المسائل الكثيرة فلا يجيب إلا على 4 مسائل، على 4 مسائل. الآن يتفاخر بعض المفتين أنه أفتى على 30,000 مسألة في سنة. ليه؟ بيأزلب، بيأكل فول سوداني، إيه اللي بيحصل ده؟ يعني هذا إيه؟ ما هذا الإسهال؟ ده يعتبر تجرؤ شديد على الله عز وجل. الإنسان في عافية ما لم يقحم نفسه هذا الوادي أن يتجرأ ويتكلم ويفتي، دي مسألة خطيرة جدا. فيا إخواني، كان المسلمون يتعمدون ملاقاة العدو وهم صائمون. المسلمون كانوا يتعمدون ملاقاة العدو وهم صائمون، ولهم في ذلك نوايا. كذلك انت لو دخلت الامتحان وانت صائم، احنا لسه بنقول من جملة الخير ان ربنا بيستجيب دعاء مين؟ دعاء الصائم. قبل ما تقرأ الأسئلة توجه بقلبك إلى الله، تأنى يا رب صمت لك، أجبر خطري ويسر أمري. ده مش أدعية يا أخوانا اسمها أدعية الامتحانات، ده أنا بقول لك ادعو الله عز وجل بما تريد. لبعض الناس قبل الامتحانات يعمل كده مطوية، دعاء دخول الامتحان، دعاء إمساك القلم ساعة الإجابة، دعاء قراءة ورقة الأسئلة، دعاء فك السؤال الصعب. يعني السؤال لو صعب تقول تدعي ايه؟ سبحان الله، حياتهم كلها عبارة عن برامج. زي الدكتور، لو انت حسيت ان بطنك الشمال بتوجعك خد الكبسولة الفلانية، طيب لو رجلك اليمين خد مش عارف ايه. المسائل اسهل من كده، دين ربنا سهل. ما تحاولش ان انت تضيق على نفسك وتشدد، ليس هناك آثار نبتدعها في هذه المقامات، ولكن دي مقامات الأحوال. يعني مقامات الأحوال إن كل إنسان يتوجه إلى الله بما يقدر، بما يقدر. هو أنت لما تروح تمتحن وانت صائم ظنك إن ربنا يخزيك أو ربنا يخلبك؟ زمايلك استمعوا إلى أقوال المفتين الذين يتجرؤون على الله عز وجل ويقولوا الصيام ربما يضعف الذاكرة. يا سلام، الصيام بيضعف الذاكرة؟ طب هو الطالب بيمتحن امتى؟ بيمتحن العصر ولا بيمتحن الصبح؟ الطالب بيمتحن امتى يا اخوان؟ الصبح. يبقى لسه متسحر ومصلي الفجر ولسه ما شاء الله في اول اليوم، فازاي ان هو يفطر ورايح الامتحان؟ ده اثم وعدوان، ما ينفعش. لا يجوز للطالب أن يفطر إلا بالفعل إذا كان مجهدا وهناك ضرورة، لأن الفطر محظور، والمحظورات إنما ترتكب عند الضرورات، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. افترضنا الطالب كان عنده إسهال في يوم اللي قبل كده، هبطان ومش قادر يقف على حيله ولا قادر يفتح عينيه، خلاص هذا له ان هو يفطر. بس يفطر مش عشان رايح الامتحان، يفطر ان هو ايه؟ لان هو مريض. طيب، هل هناك ادلة ان المسلمين خاضوا معارك حاسمة وكان ذلك هم صائمون؟ اجل، هناك ادلة في ذلك. السرايا التي ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر
كي تغير على حمى قريش، كان معظمها في رمضان. ومن ذلك مثلا سرية حمزة ابن عبد المطلب وسرية عبيد ابن الحارث. أيضا غزوة بدر كانت في شهر رمضان في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح مكة كان في شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معركة البويب دي بعدها انفتح المسلمون طريقا، أو فتح للمسلمين طريق لامتلاك العراق وفارس. يعني معركة البويب في الجبهة الفارسية كمعركة اليرموك في الجبهة الرومانية. دي زيه بالضبط. معركة البويب كانت في رمضان سنة 13 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزيرة رودس في البحر المتوسط فتحها المسلمون في شهر رمضان سنة 30 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الأندلس بتمامه وكماله إلى جبال البرانس، وهي الجبال الفاصلة بين الأندلس وبين بلاد فرنسا، كانت على يد موسى ابن نصير سنة 91 هجرية، وكان ذلك أيضا في شهر رمضان. حتى نصل إلى انتصارنا على اليهود في 1393 في شهر رمضان أيضا. نعم، ده بالهجري 1393، ده بالهجري 1973 بالميلاد. أنا مبسوط إن أنت عارف السنة، لأن أنا سألت بعض الطلبة في الجامعة قلت لهم يا أولاد المعركة 1973 كانت بين الفرس والروم، ولا المسلمين والفرس، ولا المسلمين والروم؟ أيوة دكتور فضل، بين الفرس والروم. وأنا بقول لهم سنة كام؟ 1973. ثقافة الطلبة هذه الأيام أو ثقافة الناس هذه الأيام ثقافة هشة جدا. لو سألتهم مثلا فريق مدريد ولا فريق برشلونة، الفانيلا رقم 36 بتاعت مين؟ ولا فيش في 36؟ بتاعت مين؟ يقول لك بتاعت كارستين ومش عارف ايه. طيب الفانيلا رقم 115 بتاعت، قول لك بتاعت فلان. حتى حافظين ارقام فانيلات اللاعب على مستوى العالم، من الهداف فلان، من اللي هز الشباك بتاع فلان. طيب معركة 1973 بمين ومين؟ بين الفرس والروم. هل رأيتم يا إخواني نكس أعظم من ذلك؟